الإمارات بلد يشهد نهضة متكاملة في الثقافة والعمارة والفن والموسيقى أيضاً، التي تعتبر لغة عالمية تحرك المشاعر وتوصل الرسائل. استضفنا في حلقة اليوم فرقة نغم الإمارات الموسيقية، هذه المجموعة التي تضم شبابا إماراتيين يعشقون الموسيقى، والتي تأسست بدعم من ندوة الثقافة والعلوم بدبي. بيخبرونا عن قصتهم وبيسمعونا بعض المعزوفات. نغم الإمارات هي متأسسة قبل ما تكون اسم فرقة نغم الإمارات، كان لها مسمى ثاني في سنة 2008، فرقة الإمارات الوطنية. والحمد لله بعد مجهود بعد دراسة وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها حاليا، وسمينا الفرقة فرقة نغم الإمارات، وتأسست في 2016 اللي هي نغم الإمارات. بالنسبة لندوة الثقافة والعلوم جزاهم الله خير، ما قصروا، دعمونا بدعم، يعني هم تبنونا في البداية في الإعلام وفي الحفلات، قدمونا بالأول ودعمونا، أعطونا مكان للبروفات نشتغل فيه. طبعاً ما كان عندنا سابقاً، من بعد 2010 ما كان عندنا مكان ندرب فيه، فدعمتنا اللي هي ندوة الثقافة والعلوم في الأماكن للبروفات وفي الإعلام. درسنا الموسيقى في مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، سابقا اسمه مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الحين اعتقد غيروا اسمه، اللي هو في الشارجة، وكان يرأسنا على فرقة مدير الفرقة اللي هو استاذ عيد الفرج الله يطول بعمره، ما قصر ودرسنا سنتين اللي هي النوتة والدراسة الأكاديمية والشهادة المعترفة مصدقة. الموهبة اللي هي سماعي، يعني اسمع واطور الذات، روحي اطور نفسي بالعزف واتمرن من نفسي في البيت، هذا السماعي. لكن الدراسة لها نوتات ولها التعليم الأساسي الصحيح. يمكن أنت في السماعي تسمعين شيء غلط، تعزفينه غلط، ما تعرفين شو حرفه بالنوتة، لكن إذا درستي النوتة وأكاديمية صحيحة تعزفين، تجمعين ما بين السماعي والأكاديمية فيطلع عندك ناتج صح. احنا طبعا اهتمينا بعد الدراسة في المقطوعات القديمة اللي هي السماعيات لرياض الصنباطي والدواليب، واهتمينا بكذا مقطوعات. طبعا ألفنا مقطوعات شعبية من الملحن الأستاذ عيد الفري ونفسه، مقطوعة عبير نفحة خليجية، مقطوعات شعبية ويتخللها العزف القديم مثل الصوت، مثل العزف الشعبي، وهاي المقطوعات اللي احنا مركزين عليها القديمة أساسا القديمة. الدعم اللي يحتاج تكثيف في الدراسة، طبعا احنا مش مثل الدول الأوروبية اللي هم يعتمدون على منهج الموسيقى كبداية ابتدائية، احنا عندنا الاعتماد، طبعا في عندنا دراسات لكن مش الدراسات لهذه السنود الأكاديمية اللي لها شهادة موثقة. طبعا احنا عندنا نقص في الاهتمام في الموسيقى، الواحد لو يبغى يطلع، عندنا مواطنين، عندنا ناس يبون يطلعون، يبون يبينون مهاراتهم في العزف، هواياتهم، لكن ما عندنا المعاهد اللي تدعمهم، اللي تمسك بيدهم وتطورهم مع المدرسين، مع المكان، مع الدعم الكامل للموسيقي، للذهن الموسيقي. Thank you.
طبعا احنا ما تنقصنا الثقافة الموسيقية، الحمد لله في دولة الإمارات العربية المتحدة الثقافة الموسيقية موجودة، والدليل فيها كذا فنان إماراتي طلع عندنا في الإمارات وكذا ناس عزيفة. طبعا اللي تشوفينه هنا فرقة نغم الإمارات كلهم مواطنين ودارسين في الإمارات، لكن عندنا القليل من الاهتمام في الثقافات، قليل الاهتمام في الموسيقى وفي دعم المواطن وبناءه موسيقيا. بالنسبة للمعزوفات المحلية اللي ما تتوفر عندنا في الإمارات، احنا ليش قايمين على فرقة نغم الإمارات؟ طبعا نبغي ننشر المعزوفات المحلية والتراثية والقديمة الإماراتية، ننشرها على مسمع كل خليجي كل إماراتي ويسمع هاي النغمة ولا هاي الموسيقى طالعة من الإمارات. فشيء صحيح يعني أن صعب تحصلين المعزوفات التراثية القديمة في الإمارات، لأن ما في فرقة تراثية طالعة بعزف وبأكاديمي، لكن إن شاء الله مستقبلا فرقة نغم الإمارات راح يبدعون إن شاء الله وراح تسمعونه في كل مكان إن شاء الله.